عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل بيسمعني. إنشاء الوحدة الثانية للصف الخامس الإعدادي عن مميزات وعيوب التسوق عبر الإنترنت أونلاين شوبينج. العنوان في نص السطر أونلاين شوبينج. اترك فراغ مسافة كلمة، أول حرف في الباراجراف بيكون كابيتال، بين الجملة والأخرى رضع فول ستوب، بالحرف اللي بعد فول ستوب بيكون كابيتال، كابيتال لتر حرف كبير. شوبينج أونلاين has become very popular nowadays. التسوق عبر الإنترنت شائع في الوقت الحاضر. أصبح شائع في الوقت الحاضر. There are many people prefer to shop online. هناك الكثير من الناس يفضلون التسوق عبر الإنترنت. And enjoy shopping واستمتاع بالتسوق while they are at home. وبينما هم في المنزل. Many shopping centers offer special discount. عديد من المحلات التجارية تقدم خصم خاص on their website، يعني على مواقعهم، خصم خاص على مواقعهم، or mobile applications، او على تطبيقاتهم، او على تطبيقات الموبايلات، او على تطبيقات الموبايل. People enjoy extra discount when shopping online. الناس يتمتعون بخصم خاص او خصم اضافي، عفوا بخصم اضافي عندما يتسوقون اونلاين. Shopping online is much easier than going to mall, and there are some items you can only buy online. التسوق عبر الانترنت اسهل بكثير من الذهاب الى مراكز التسوق. هناك there are، يعني هناك some، يعني بعض المنتجات يمكنك شراؤها عبر الانترنت. Nowadays في الوقت الحالي أو حاليا، more and more people especially for the busy people، الكثير والكثير من الناس خاصة هم مشغولين، من الناس المشغولة who don't have that much free time، ليس لديهم وقت فاضي يعني go shopping للتسوق، go shopping للتسوق أو للذهاب للتسوق. They are busy working, studying and doing other important things. مشغولين للعمل، دراسة، القيام بأشياء أخرى مهمة. So online، لذلك online shopping، تسوق عبر الإنترنت becomes the most convenient and the best way for these kind of people. ولذلك الناس دي اللي هم مشغولين بالعمل والدراسة وبأشياء أخرى مهمة، هذا النوع من التسوق هو الأفضل والأكثر مناسب ليهم، يعني هو الأفضل ليهم والأنسب ليهم، الأفضل والأنسب ليهم لهذا النوع من الأشخاص. هذا النوع من الأشخاص. The internet online، التسوق عبر الانترنت is very important. التسوق عبر الانترنت is very important، مهم جدا. But there are some problems، عديد من المشاكل، عديد من المشكلات. كده هنتكلم عن السلبيات. In it، بعض السلبيات فيه. Sometimes، بعض الأوقات، the products، المنتجات، are not good and the delivery times is not good. كمان المنتجات غير جيدة، وقت التسليم غير جيد. We can't try clothes before buying. نحن لا نستطيع أن نقيس الملابس قبل البيع، قبل الشراء، قبل ما نشتري ما نقدرش نقيس. The prices sometimes are expensive. الأسعار في بعض الأوقات بتكون غالية. الخاتمة، conclusion، خاتمة الباراجراف أو الموضوع. For me shopping online is very good. جيد جدا. We must be careful when we use it. يعني التسوق عبر الانترنت جيد جدا، ونحن يجب أن نكون حريصين عندما نحن نستخدمه. It تعود على هنا shopping online، تسوق عبر الانترنت. العيوب، العيوب في ثلاث أسطر أو أربع سطور، أربع سطور العيوب. المنتجات ممكن تكون غير جيدة، وقت التسليم يكون غير جيد، لا نستطيع أن نقيس الملابس قبل الشراء، الأسعار ساعات بتكون غالية، أوقات غالية، يعني بتكون غالية. والإيجابيات كثيرة طبعا، كلها إيجابيات. اكتب العنوان في نص السطر.
والحرف الأول او كابيتال. إنشاء الوحدة الثانية صف الخامس الإعدادي. يا رب تستفيدوا من الفيديو يكون عجبكم. إحنا ترجمنا كلمة كلمة وجملة جملة ترجمناها لكي يكون الموضوع سهل بالنسبة لكم، وهو كلمات سهلة وجمل بسيطة. بحب أنزل دائما تعابير سهلة وبسيطة لجميع المراحل جميع الصفوف، بحب أنزل موضوعات سهلة. بتنسوناش بالاشتراك وكومنتات كثيرة عشان الفيديو يترفع. أراكم في الفيديوهات القادمة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.